بتكتشف ثقافتهم، بتكتشف معانيهم. ولذلك فكرة الورشة التوعية دائما هي الشعب الفني، ولذلك كل سنة في المسائل بيبقى إنتاجات أكثر وأكثر. السنة دي مثلا اتكلمنا على إضافة شارع النعيم، إن هيبقى مع يعني بعد الكبير كل الفرق الموجودة في أركان معينة يوم ما يقارب مع الجماهير، كل واحد بيشتغل مع الجماهير بتبقى حالة جميلة.